لكن خلونا كده نفتكر مع بعض يعني 92 حسام كان بيعمل ايه لما كان فيه الزلزال. كنت فين يا حسام؟ كنت فين؟ انا كنت في المدرسة وزي كل الطلبة المصريين الجمال كنت طفل صغير كده شب عن الارض مثلا بتاع متر 20 سنتي متر 30 سنتي وراجع من المدرسة وكانت زلزال تقريبا في حدود الساعة 3 وربع 3 وعشرة في الحدود دي وقاعد انا وابويا وامي كانت اختي لسه ما اتولدتش كانت امي حامل في اختي وقاعدين كأي أسرة مصرية طبيعية بنتناول وجبة الغداء طبيعي حق مشروع وهوب الزلزال يا نهار أبيض طلعنا نجري أنا كنت زي الطفل المصري الجميل كده بكامل هندامي ملابسي الداخلية البيضاء في كامل حلتي ونزلت أجري طفل صغير طبعا فمش عارف أعمل إيه أبويا في الأول قال لنا ننزل تحت ترابيزة الصفر فبعدين لقى الموضوع لا كبير فقال لنا لا يلا بينا ننزل أمي بقى الله يمسيها بالخير ويديها الصحة كده وهي حامل قررت إنها تروح تقفل الأنبوبة عشان لو الأنبوبة وقعت ما تفرقعش وقررت إنها تروح تجيب الفلوس من الدولاب عشان لو حصل حاجة يبقى معانا فلوس طبعا وأبويا بيقول لها يا ستي يلا لو العمارة وقعت لا هيبقى في أنبوبة ولا هيبقى في فلوس المهم ننزل ونزلنا بقى كلنا يعني فوجئت ان مصر كلها كانت في الشارع سنة 92 يوم 12 اكتوبر كلنا كنا في الشارع طبعا يعني ده الذكريات اللي احنا بنفتكرها اللي حصلت اليوم ده لكن كان في حاجات كتيرة جدا حصلة يعني كان في مدارس وقعت في ناس فقدت حياتها في ناس فقدت اهلها في حضراتكم تفتكروا بعدها ظهرت ازمة العماير اللي اتبنت بأسمنت مغشوش ووقعت مباشرة عماير كبيرة كانت يعني فيها أدوار كتير يعني كان في مشاكل كتيرة جدا جدا حصلت يعني أذت المجتمع المصري والغريب ان الزلزال يعني على مقياس ريختر زلزال 92 ما كانش قوي احنا بنتكلم في 5.8 من 10 5.9 من 10 على مقياس ريختر يعني الزلزال بتاع امبارح احنا بنتكلم تقريبا 6.8 من 10 بس مركزه في كريت في البحر المتوسط احنا مركز زلزال 92 كان في دهشور يعني في قلب مصر عشان كده تأثرنا بيه تأثر مباشر كمان مصر بعيدة عن منطقة الأحزمة الزلزالية يعني في 7 أحزمة زلزالية موجودة معروفة على مستوى العالم أخطرهم هو الحزام الزلزالي المحيطي اللي ما يكون موجود حوالين المحيط الهادي وده أكبر حزام زلازل في العالم يعني بيبقى فيه تقريباً 80% من أكبر الزلازل اللي بتتجاوز بقى 8 ريختر يعني بنتكلم في 5.8 5.9 امبارح كان 6.8 من 10 بس كان بعيد عننا لكن احنا هناك بنتكلم في 8 ريختر بعديه على طول بيجي حزام الزلازل اللي في جبال الألب والهيمالايا وده اللي بيسبب زلازل كتيرة في منطقة سومطرة في إندونيسيا لكن كمان إحنا في مصر ممكن نتأثر بشكل بسيط من الزلازل اللي بتكون في منطقة البحر المتوسط أو اللي بتحصل في الناحية التانية في خليج العقبة وخليج السويس البحر الأحمر تكون ضعيفة ملهاش تأثير لأنها بعيدة عن التجمعات السكانية الكبيرة في أرض مصر ممكن توصلنا يعني على شكل هزة أرضية بس على أي حال إحنا شعب زي ما بتقال كده بنكتة بنحب نضحك يعني حتى في وقت الشقة والحزن بنفتكر الحاجات اللي ممكن تبسطنا وتضحكنا فعدى الزلزال وعدى البرق وعدى الرعد الحمد لله وعدى الليل على مهله مش عارفين لسه يعني الشتاء السنة دي داخل ايه بزعبيب وبدري بدري يعني ربنا يستر